فلما بينزل مع براد يصور very severe agonizing pain. ده لما تيجي تفحص العيان ما يرضاش ابدا، يقول لك لا لازم تفحصيه اندر انستيزيا. انما تيجي تفحصيه كده هو يجري منك في الشوارع. فبيه زي لو لقيت الدكتور ماشي في الشارع كده واحد بيجري قدامي عارف ده ايه بالفشل 100%. لما يمكن هيخليه لان فيري سيفير بيه. استنى خليني اخلص. فالاكزامينشن بيبقى فيري بين. هذا الفيش شك يعني بيو كتير في البيوكاس في البرين يوجوالي لازم مش يوجوالي لا اول في مين اللور هاف لكن يوجوالي في البوستيريور وول او في الانر كانال في البوستيريور وول وهي نازل في البوستيريور وول هاف باي شك. لكن ممكن يكون في الانتيك المهم لكن كومن فيري كومن في المستوى الورد ان ذا ميدل لاين. درجة العيان قلنا مش هتحصل انت هتبص بس دي هنا بس هتلاقي في شارع حافة في الحرف من بره في الميدل لاين بوستير على طول خلاص خلاص مش عايز بقى حاجة تتقطع في الميدل لاين بوستير اللي هي ده وادي القطع اهو انت عايز ايه تاني؟ لكن ممكن يكون anterior في اللور هاف اوف ذا انر كانال very severe pain لان الاريا is very sensitive للبين due to heart stool. heart stool بيعمل ايه؟ كتير ياخد الكبده معاه هي في زميلتكم قالت لي ليه البوستيريور وول مش الانتيريور؟ عشان هذا البين ده هو ابص الاقي الانترنال سنتر كونتراكتنج للبين وابص الاقي فتحه الانس كمان ده لان في ستاز في المرض فبيبقى بين وستاز جامد في السنتر تبقى مشكله ده بيزود البين عشان كده في عمليات الشرح انا بشيل الشرح واقص مين؟ واقص السنتر ده عشان افك البين بعد العمليه يعني احس بالم شيل لا ده الالم لسه موجود ومش عارف ايه رفت في عيش ده عشان كده بقص الانترنال سنتر بس ما بوصلش لمين؟ ده الايه فيشر الامتحان حتى هو بالنار مفيش انذار الفيشر البايلز مفيهاش هزار ابدا في الضغط الكبد خلي بالك مش بشرحها كده للذكرى لا